اهلا بيكم. الفيديو اللي فات في المحاضرة دي واحنا بنتكلم على what is a project، اتكلمنا عن ال definition بتاع project، واتكلمنا على نقطتين مهمين فيه اللي هم ال finite duration وال unique product، وبعدين اتكلمنا على ان ال project لازم يبقى له goal واضح، وواضح بمعنى انه جوه صندوق زي ما اتكلمنا على ال smart goals. وبعدين اتكلمنا عن ال PERT chart، وقلنا البيرت شارت هي وسيلة لتحليل أداء المشروع قوية جدا وممتازة جدا، لكن الحقيقة أنا ما يهمنيش منها في الكورس بتاعنا ده غير العلاقات المنطقية اللي بقدر أطلع بيها من البيرت شارت. يجي بعد كده بقى العلاقات الزمنية. العلاقات الزمنية مهمة جدا في أي مشروع، وهي الحاجة هتيجي إمتى، بعد قد ايه، اللي لو اتاخر ياخر بقيه المشروع. لو جينا قلنا مثلا ان انت في ثلاث حاجات عايز تعملهم، حاجه هتاخد اسبوع، وحاجه هتاخد ثلاث اسابيع، وحاجه هتاخد شهر عشان المشروع يخلص. ثلاث حاجات، المشروع ده طوله قد ايه؟ ما تقدرش تعرف. لو قلت اسبوع واسبوعين وشهر، يبقى شهر وثلاث اسابيع، ما تقدرش تقول كده. ليه؟ لان ببساطه شديده مين اللي قال لك ان الحاجات دي لازم تيجي ورا بعضها؟ هو اكيد مش هياخد اقل من شهر، مش هياخد اقل من اطول عمليه منهم، لكن ممكن قوي ياخد شهر بس. ليه؟ لان الحاجتين التانيين يتعملوا في اثناء الشهر اللي الحاجه التانيه بتتعمل، لا والحاجه الثالثه بتتعمل فيه. المهم الكلام ده كله كان من ضمن المشاكل او النقط المزعجة في تخطيط المشروعات، لغاية ما جه واحد لطيف جدا اسمه جانت. ده راجل مهندس امريكي في اوائل القرن العشرين، واخترع حاجة اسمها الجانت تشارت. يمكن لو قريت الارتكل اللي على ويكيبيديا دي هتلاقي بعض المعلومات عن جانت نفسه وعن الشارت، وهتلاقي ان في نفس الوقت اللي هو طلع بيه بالجانت شارت كان في حاجه مشابهه ليها كانت بتتطور في المانيا، لكن ايه المهم ان هي معروفه باسم جانت شارت. وهنا بس نقطه جانبيه احب اضيفها، في ناس كتير قوي بتطلق على اسم الجانت شارت وبتطلق عليها بار شارت. الحقيقة الاسم ده انا ما بحبوش ابدا، لان البار شارت حاجة والجانت شارت حاجة تانية. حتى انت لو جيت تقرأ في ويكيبيديا هتلاقي ان بيقولك it is a type of a bar chart. الحقيقة الكلام ده انا بختلف معاه، زي ما قلتلكم قبل كده كل شيخ له طريقة يعني، لكن تسميتها بالبار شارت في اخلال كبير قوي، وفي نفس الوقت معنى بار شارت معنى مختلف. خلينا نركز على الجانت شارت. الحاجة المشتركة الوحيدة في رأيي ما بين البار شارت وما بين الجانت شارت هو ان هما الاثنين فيهم الخطوط التخينة دي واللي ممكن نسميها بارس، وان كان في الاول وفي الاخر ده خط. المهم الجانت شارت بتبان بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. الحقيقه جانت شارت بتبقى الاتجاه الافقي فيها بيمثل الزمن، وبعدين كل عمليه من العمليات اللي بتتعمل في المشروع طولها على الجانت شارت بيمثل هي بتاخد وقت قد ايه عشان تتنفس. وبعدين بتيجي بقى علاقة تانية بنجيبها من البيرت شارت. البيرت شارت لو تفتكر كانت بتمثل ايه؟ العلاقات المنطقية، على الأقل بالنسبة لنا احنا هنا، هي بتمثل العلاقات المنطقية بين العمليات المختلفة وبين بعضها. فلو جينا حطينا المعلومات دي مع بعضها وقلنا إن العملية الأولانية هتاخد أسبوع والعملية التانية هتاخد ثلاث أسابيع أو هتاخد أسبوعين، لكن التانية مش ممكن تبتدي قبل الأولانية وتخلص، يبقى في الحالة دي العمليتين مع بعض محتاجين ايه؟ اسبوعين واسبوع ثلاث اسابيع، كده هيتجمعوا مع بعض. لكن مازال اسبوع واسبوعين ثلاث اسابيع اقل من الشهر ولا لا؟ يبقى المشروع برضه مش ممكن ياخد اقل من شهر. تمام؟ يبقى الكلام ده نشوفه فين؟ الكلام ده نشوفه على الجانت شارت. لما تبص على العلاقات المنطقيه الجانت شارت بتوصل ما بين الاعمال وبين بعضها بأسهم، الأسهم دي بتشير إيه اللي لازم يخلص قبل إيه، أو إيه اللي ما يبتديش قبل ما إيه يخلص، وممكن كمان يضاف عليها
حاجات تانية، زي مثلا لسبب أو آخر لازم دي تخلص ونقف بعديها أسبوعين ودي تبتدي، لازم يبقى في بينهم فترة أسبوعين لسبب أو لآخر، زي مثلا صب الخرسانة. أما بتصب الخرسانة لازم تستنى عليها فترة من الزمن لغاية ما الأسمنت يشك عشان تبتدي في الشغل تاني بعدين. المهم الجانت شارت دي الحقيقة برضو من وجهة نظري هي من أهم التولز اللي هتستخدمها في إدارة المشروعات بشكل عام. أغلب المشروعات اللي هتشتغل عليها ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة جانت شارت هتسهل لك فيها الشغل جدا. البيرت شارت أقوى؟ صحيح البيرت شارت أقوى. البيرت شارت فيها إمكانيات أكتر؟ يس البيرت شارت فيها إمكانيات أكتر، لكن الصورة اللي بتشوفها في الجانت شارت ممكن تخلي إدارتك للمشروع أسهل وأبسط. هنا أنا مش بقول تاخد دي أو تاخد دي، وإنما ده مسألة تذوق شخصي، أنا شخصيا بحب إيه أكتر؟ أنا بحب الجانت شارت، ودي أول حاجة أفكر فيها لما أجي أخطط لأي مشروع عايز أعمل. طيب يبقى احنا لما بنتكلم اتكلمنا بنتكلم على المشروع، وابتدينا خرجنا انه بعد ما يبقى له جول محتاج يبقى له تاسكس، والتاسكس دي في بينها وبين بعض علاقات بنشوفها في البيرت شارت، وبعد العلاقات دي لازم يدخل بعديها العلاقات الزمنية، وبعد العلاقات الزمنية دي محتاجين نبتدي نتكلم على ان لازم المشروع بتاعك يبقى له مخرج، لازم في حاجة في الاخر تتسلم. الحاجة اللي هتتسلم دي ممكن تبقى ريبورت، ممكن يتسلم هرم او مبنى عمارة، ممكن اللي هيتسلم برنامج سوفت وير، يتسلم على فلاشة، يتسلم على سي دي، يتسلم على هارد ديسك، وات ايفر. المهم في الاخر حاجة هتطلع. اوكي من ضمن المشروعات اللطيفة في السيرفيسز مثلا الحلاق، لما بتروح للحلاق انت بالنسبة له بروجكت مش كده؟ وهنا يجي برضو نقطة مهمة، بما ان احنا ذكرنا الحلاق، الحلاق is running a business. فاكرين لما كنا بنتكلم على الفرق ما بين البيزنس والبروجكت؟ البيزنس بتاعت ان انا عندي محل حلاقة، اوكي البيزنس ده معتمد على ان انا بشغل بروجكتس جواه، ففي بيزنسز مبنية على ادارة المشروعات، من اكبرها يمكن في مصر شركة اسمها MP بتاعت البترول لو تسمعوا عنها. شركة MP الحقيقة شركة شغلها كله في إدارة المشروعات، هي لا تملك أصول بترولية، وإنما شركات البترول بتروح لها علشان تصمم وتنفذ لها مشروعات بترولية، سواء بقى تنكات، سواء خطوط أنابيب بترول، أو منصات، أو ده شغل بتاع الشركة. فالشركة دي قائمة على إيه؟ على إدارة المشروعات. محل البقال، محل البيزنس بتاعت الحلاق مبنية على إيه؟ مبنية على مشروعات الحلاق. برضو هنا أنا معلش كل شوية بنط من البروجكت للبيزنس عشان أوضح المفهوم شوية بشوية. المهم فنرجع، كل بروجكت لازم يبقى له ايه؟ لازم يبقى له مخرج محدد، ولازم يبقى له حاجة هتتسلم. بعد كده لازم يبقى فيه بادجت، وبرضو احب اقف شوية عند البادجت. البادجت الحقيقة لما نيجي نتكلم عنها في كلمة او اكسبريشن شائع كده، زي ما واحد بيقول لك انا هفتح مشروع محل فول وطعميه، انا هفتح مشروع محل موبايلات. قلنا دي الكلمه دي مش صح، دي كلمه خاطئه. برضو في كلمه لما اقول لك ميزانيه المشروع ده كام، تقول لي 10 مليون جنيه. لا، مش ميزانيه المشروع 10 مليون جنيه، اسمها الاكسبكتد كوست، التكلفه المتوقعه او التكلفه الفعليه بعد انتهاء المشروع 10 مليون جنيه. يبقى كده قلنا تكلفه المشروع 10 مليون جنيه، المشروع ملوش ايه الميزانيه بتاعته تبان فين بقى؟ البادجت تبان فين؟ تبان لما نبتدي ال 10 مليون جنيه دي هتتصرف على ايه وفي وقت زمني شكله ايه. عشان كده دايما البادجت بتتقدم في صوره جدول، مفيش بادجت بتتقدم رقم، ما اسمهاش بادجت دي، ما اسمهاش بادجت،
اوكي، او تقول اجمالي الميزانيه، وان كان الاكسبريشن ده مش لطيف او انا ما بحبوش، لكن ارجع اقول لك تاني ايه، كل شغل له طريقه. انت بتقول اجمالي التكلفه المتوقعه، او اجمالي التكلفه الفعليه، او تقول الموازنه او الميزانيه بتاعه المشروع ده متوزعه. يبقى لازم تقول التكلفه دي متوزعه على بنود شكلها ايه، اند اور على ايه في الزمن، على كام شهر، على كام سنه، على. يبقى كده قلت في الشهر الاولاني محتاجين كذا فلوس، في الشهر الثاني، في السنه الثانيه، اند سو اون. عشان كده في الميزانيه زي ما قلنا بتطلع في صوره جدول زي اللي انت شايفه قدامك ده، بيقول على المشروع بتاعنا التكاليف بتاعته هتتوزع على ايه، وتتوزع في امتى في الزمن. يبقى احنا كده اتكلمنا المره دي مع بعض على المخرج، واتكلمنا على الجانت شارت، واتكلمنا عن البادجت. فاضل حاجتين، كام حاجه صغيرين كده، واحنا بنعرف المشروع نتكلم عليهم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. هستناكم.